بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال موضوعنا فيما يخص دراسات في الدارات الضوئية المتكاملة، أيضا وصلنا إلى فكرة عمل محزز الحيود الـ Wave Grating داخل موجه موجة Inside a Wave Guide. مطلوب علي أن أعلم مقدار اللاندا هنا، وهنا طبعا إذا كان أنا عندي مطلوب علي أن يكون عندي أربعة عفوا مطلوب علي أن بالنسبة لطول الموجة معامل الانكسار داخل موجه موجة، مطلوب علي أن يكون داخل موجه موجة بمقدار أربعة. روح داخل محزز الحيود، طبعا حتى هنا يحقق عندي تشتت فراك. إذا كان مطلوب عندي أن يكون أربع زوايا، أنا أقول أربع زوايا، عفوا أنا نسيت أن أكمل. طيب هنا بهذه الصورة إذا كان عندي أنا أقول بأنها تساوي اللاندا الخاص، طبعا اللاندا من هنا إلى هنا تساوي، مفروض أن تكون تساوي L مضروبة في لاندا الصفر مقسومة على الاثنين في ان جي، اثنين في ذهب وفي اياب. هذا ما يقصد هنا، يعني هذا ما نود ان نعرفه هنا. بالنسبة للطول الموجي ومعامل الانكسار، اذا هنا طول الموجي ومعامل الانكسار يبقى مجهولين هنا. اذا اردنا هنا ان نضمهما، اذا يصبح عندي الان اللاندا تساوي ال، مكتوب لي انها كانت هذه ال انها كانت اربعة، اذا يصبح عندي اربعة ضرب اللاندا الصفر على اثنين ان جي، اثنين لاندا الصفر على اثنين ان جي. إذا لابد أن يكون بهذه الصورة. طيب يعني تصبح عندي هنا الاثنين ضرب لاندا على معامل الانكسار، كل واحد اثنين لاندا على معامل الانكسار. طيب طلب لي الآن أن أرسم الموجات المعكوسة عن هذا الجهاز. طبعا هنا لابد لنا أن نعرف بداية بأن هنا عندي اللاندا كما قلنا هي 2 لاندا على 2 جي كما تكلمنا. لو أردنا الآن أن نحلها أو نستخدمها بالنسبة للزاوية، نقول ساين ثيتا يساوي نصف ال ال ناقص واحد، تمام؟ ويشترط أن يكون هذا أصغر من أو يساوي واحد، والـ المفروض أن يكون أني انتجر نمبر، أي عدد صحيح. هذا مهم جدا عندي، هذه المعادلة مهم جدا عندي الأخذ فيها. طيب إذا نستطيع أن نقول الآن أن الـ هنا الـ prime تكون صفر، تكون واحد نصف سالب واحد سالب نصف، تكون اثنين، تكون ثلاثة، ثلاثة على اثنين واحد نصف، تكون أربعة، أربعة اثنين اثنين ناقص واحد أصغر من أو يساوي، إذن أربعة هي آخر شيء. إذن أعوض في المتباين الموجودة هنا، سيعطيك أنه الشرط تحقق، بعد ذلك لا يصبح أصغر من أو يساوي خمسة. طيب إذا بهذه الصورة ال قد تكون يعني بهذه الصورة. إذا نقول دعوني هنا أوضحها، وسأقول أنه ال يساوي الصفر سيعطيني ساين وثيتا يساوي سالب واحد، ساين اوف ثيتا يساوي سالب واحد. ما يعني ساين اوف ثيتا يساوي سالب واحد؟ ماذا نقصد يعني بهذا الكلام؟ هذا معناته إذا حللت أنت سيعطيك أنا مقدار الزاوية
يساوي سالب 90 درجة. مقدار الزاوية يساوي سالب 90 درجة. إذا نقول لو أردنا هنا أن نضعها نقول أن الشعاع زاوية الشعاع نضعها هنا بأن بساي عبارة عن 90 درجة دائما 90 درجة زائد الثيتا. إذا 90 زائد سالب 90 ويساوي الصفر. إذا الزاوية عندي باتجاه الحركة، يعني سأصغر الشاشة بقدر الإمكان يعني أنا هنا عندي ستأخذ بهذه الطريقة ستأخذ عندي بهذه الطريقة. إذن أول زاوية عندي الآن عندي ال L تساوي الصفر. إذن هذه الزاوية الأولى. طيب لنفرض أن ال L الآن كانت تساوي واحد، ستعطيني ساين ثيتا. ساين ثيتا نصف. لو وهنا أعطاني العكس، قال لي أن ساين ثيتا سالب واحد على اثنين، لأنه سيعطيك سيعطيك نصف ناقص واحد سالب نصف. نعوضها الآن هنا يصبح عندي 90 زائد سالب 30. سيعطيك أن الزاوية تساوي 60 درجة. إذا الآن أنا عندي صح، نعملها دقيقة. نعم هي إذا أعطاني هنا أن ال L تساوي واحد. كم كانت عندي الآن الزاوية؟ 60 درجة. ال L تساوي 2 أعطاني، يعني ال L تساوي 2 نصف واحد ناقص واحد صفر ساين ثيتا. ساين ثيتا يساوي الصفر. إذا نحلها أيضا للصفر. شفت ساين الصفر كم سيعطيك؟ سيعطيك أنه من الأوميجا يساوي 90 درجة. تي تساوي الصفر عفوا، تعطيك صفر. إذا عوضها هنا يصبح عندك صفر زائد 90، يعني يساوي 90 درجة. إذا أعطاني أنه هنا الثلاثة هذه الصورة. الآن لابد لك أن تكون قد توقعت عزيزي المتعلم ما الذي سيحدث هنا. سيكون عندي الآن 30 درجة. لو أنت الآن يعني أكملت الحل كما أنا أتبعه، يعني كما رأيت هنا وأعطاك، سأعطيك هنا أيضا هنا 30، سأعطيك الزاوية 120. إذا كان عندك أنا وصلت عند الاثنين، ستصل عند الثلاثة سأعطيك 120، وتصل عند الأربعة سأعطيك 180. 180 يعني بهذا الاتجاه. طيب يعني مع استخدام هذه المعادلة طبعا الموجودة هنا، هنا عندك هنا الواحد، هنا الاثنين، وهنا الثلاثة، وهنا الأربعة. إذا لاحظ أنا عندي هنا، إذا مرة هنا مرة هنا.
إذن هذا الليزر الذي سميناه الذي يعرف ب الدي اف بي ديستريبيوتد فيدباك، انه الليزر هنا عندي موزع تغذيه رجعي يعمل بهذا الاسلوب. يعني هنا كيف نصمم ليزر تغذيه راجعه. ارجو ان يكون التسجيل قد افادكم. لا تبخل بعمل الشير واللايك واشتراك في القناه، كتابه التعليقات، طرح الاسئله. اشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.